صلى الله عليك يا شيخ، اشتريت أرضا وفي نيتي أن أبيعها متى ما احتجت إلى المال، فهل عليها زكاة؟ زكاة الأراضي على أربعة أقسام. زكاة الأراضي على أربعة أقسام. القسم الأول أن يشتري أرضا للسكنة حاضرا أو مستقبلا، يشتري الأرض للسكنة حاضرا أو مستقبلا، فهذه لا زكاة فيها باتفاق الأئمة الأربعة. الحالة الثانية أن يشتري أرضا بقصد التجارة، فهو يبيع ويشتري، اشتراها ليبيعها ويتاجر بها وهو يبيع ويشتري في الأراضي، فهذه يزكيها والأرض تابعة للمال. إذا كان المال عنده له ستة أشهر مثلا واشترى الأرض يبيع ويشتري التجارة، بعد ستة أشهر يزكي. إذا كان باقي على المال فيحول عليه حول شهران يزكي بعد شهرين، لأن هذه الأرض قد عدت للتجارة، وهذا أيضا قول الأئمة الأربعة في هذه الصورة. الصورة الثالثة أن يشتري الأرض انتظارا لزمن الغلاء، لا يريد بيعها ولا يريد عمارتها، إنما ينتظر بها زمن الغلاء. فلو أتى إليه شخص يريد شراءها الآن ما باع، يعلم أن هذا الموقع له حظوة في المستقبل والآن لا يباع إلا بثمن زهيد، وغدا سيباع بثمن مرتفع. فالصواب في هذه الصورة أنه إذا باع وقت زمن الغلاء يزكي لسنة واحدة عن سنة واحدة، يزكي لسنة واحدة عن سنة واحدة، وهذا مذهب لمن مالك رحمه الله، ولعله في هذه الصورة أقوى المذاهب. الحالة الرابعة الرجل المتردد، تارة يعدها للتجارة، تارة يعدها للسكنة، تارة يقول أدعها تحفظ مالي، وليس له نية جازمة لشيء من ذلك، فهذا لا زكاة عليه ولو باع بعد عام أو عامين، لا يزكي شيئا أبدا، لأن النية لم تتمخض للزكاة. كثير من الناس لا يفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. الزكاة تجي فيما أعد للتجارة لا فيما أعد للبيع. فحين هذا بيتي لو أعده الآن للبيع ثم يمضي عليه عام ما اشتري، ثم بعد عام ثاني بعته، ما عليه زكاة، يعني ما أعددت للتجارة أعددت للبيع. فمن عنده أرض يريد التخلص منها، يريد قيمتها للزواج أو لشراء سيارة أو ليشتري أرضا في موقع آخر، فهذه الأرض التي باعها لا زكاة فيها، لأن هذه الأرض لم تعد للتجارة إنما أعدت للبيع. كذلك ننبه على مسألة مهمة، وهي أموال المحتجزة عند المحاكم للصغار أصحاب المواريث ونحو ذلك، فهذه أموال لا زكاة فيها حتى يتم قبضهم لها، لأنهم عاجزون على التصرف فيها. ونحن نعرف أن شروط الزكاة خمسة، فمن ذلك تمام الملك، وهؤلاء لم يتم ملكهم على هذا المال، فإذا قبض وحال عليه الحول وجد فيه الزكاة. أما أموال الصغار والمجانين وأمثال هؤلاء فالزكاة فيها واجبة، فيها صح قول العلماء وقول الجمهور كمالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. قد كان عمر رضي الله عنه يقول تجر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة،
شرط أن تكون مقدورة متيسرة موجودة عند وكيلهم أو عند غيره. أما إذا كانت محجوزة أو متعطلة فمن ثم من له مال عند مماطل، من له مال عند مماطل حل الحول ولم يعطه، ثم قبض بعد سنتين 3 سنوات 10 سنوات، فهذا عند ابن تيمية لا زكاة فيه مطلقة، فهذا عند ابن تيمية لا زكاة فيه مطلقة. إذا قبضت تستقبل به حولا جديدا. وأما على مذهب الإمام أحمد فإنك تزكي لسنة واحدة، أما على مذهب الإمام أحمد فإنك تزكي لسنة واحدة، وهذا قد يكون أحوط وشيخ الإسلام أقوى من حيث الاستدلال، لأن شرط الزكاة تبع الملك ولم يتم ملكي على هذا المال. فمذهب أحمد أحوط وابن تيمية أقوى. واضح؟